القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعرض فيها انتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى. وزعت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة رسالة في مجلس الأمن والأمانة العامة للمنظمة الدولية، وجه القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي إلى برلمانيي العالم باعتباره أول برلماني فلسطيني يعتقل منذ عام 2002. الرسالة التي جاءت بعدما دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يومه العاشر، نشد فيها البرغوثي دول العالم دعم حملة إطلاق الأسرى الفلسطينيين والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد الذي تمارسه في انتهاك حقوقهم من خلال الإجراءات العقابية وغير الإنسانية ضد الأسرى التي لا يمكن الاستمرار في السكوت عنها. وقال البرغوثي إن الأسرى وصلوا إلى الإضراب عن الطعام لأنه أصبح الخيار الوحيد للتحرك دفاعا عن حقوقهم، وأضاف إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 6500، وإن الفلسطينيين يواجهون احتمال الإدانة بنسبة تتراوح من 90% إلى 99% أمام المحاكم الإسرائيلية، فيما يتمتع الإسرائيليون الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين بوضع يقارب الحصانة. ورد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون على الرسالة الفلسطينية متهما البرغوثي بممارسة الإرهاب.